انت متجوز؟ ايوه. يا بخت مراتك بيك. ياه للدرجه دي؟ طبعا. مين تطول ان يبقى شريك حياتها دكتور ناجح زيك، وغير كده انسان رقيق ودمه زي الشربات. اشكرك على المجامله الرقيقه دي. دي الحقيقه يا دكتور. طب اتفضلي البسي هدومك. اهلا مستهان، لا مؤاخذه الدكتور عنده كشف. تعالى. واحد ولا واحده؟ واحده طبعا. كبيره ولا صغيره؟ حلوه ولا وحشه؟ هي معقوله يا استهان. ايه معقولة دي؟ اصل دي حكاية نسبية يا استاذ، وانت عارفة طبعا ان اليومين دول مش ممكن الواحد يقدر يحدد سن واحدة ست من الحاجات اللي بيعملوها في نفسهم. غريبة، ده لو كان بيحكي لها ألف ليلة وليلة كان زمانه خالص. ايه ما دي حكاية نسبية كمان يا استاذ. يوه فرقتني انت والدكتور بتاعك. استهاني استهاني. ميرسي يا دكتور. العفو يا فندم، مع السلامة يا هنا. الله يسلمك. ازاي يا منى تخشي أوضة الكشف بالطريقة دي؟ كنت عايزني أستأذن؟ أقل ما فيها، احتراما لشعور المرضى. احتراما لشعور المرضى؟ ولا خايف اشوفك كده ولا كده؟ يا منى مش معقوله اللي بيحصل ده، مفيش راجل في الدنيا يعتمده، وارجوك كفايه بقى. طب بذمتك بذمتك اللي خرجت دي شكلها شكل عيانين. طب عايزاني اعمل ايه يعني؟ اعلق يافطه على باب العياده اكتب عليها الكشف للسيدات فوق الستين حسب تعليمات زوجه الطبيب؟ والله فكر، بس يكون احسن تخليها من 70. ممكن افهم حضرتك جايه العياده فجاه زي مفتشين الترماي ليه؟ اولا عشان اشوفك. شفيتك العافيه. وثانيا عشان اخدك معايا حفله تجنن. كلمه اخدك معايا دي ما احبش اسمعها. انا مش فرطور بتهديك ايدك. يا ست هاني اسمها نروح سوا حفله، او عاوز اروح معاك حفله. يا سلام، هي دي اللي هترجي غرورك؟ مش غرور يا منى. حاضر، ممكن يا دكتور تاخدني معاك حفله تجنن؟ طب والمرضى اللي بره اعمل فيهم ايه؟ طب ما تكشف عليهم، هو انا حشتك؟ هادي قاعدة. ايه ده؟ انت هتقعدي هنا وانا بكشف عليهم؟ ايوه، اصل بصراحة في واحدة برة شكلها مش عاجبني. بقول لك ايه؟ ما توزعها على دكتور تاني. استناني استناني استناني، هي دقيقة كتير علشاني. استناني استن مسعود مسعود. مسعود نايم. اصحى مدام. من امتى مصحاش؟ ده مش صوت نايمين. انا صوتي كده وانا نايم. يا زوجتي العزيزة، لكل انسان على هذه الارض قدرة على التحمل، قدرة على الكلام، قدرة على السهر. انا قدراتي خلاص كلها انتهت، اعتزلت. فيها ايه لما تصحى وتقعد مع مراتك حبيبتك تكلمها كلمة؟ تكلمك كلمة، خصوصا الولاد نايمين. لازم انام انا كمان عشان اصحى بدري اروح المحكمة، ورايا قضايا لازم اترافع فيها. هو انا قلت لك ما تترافعش؟ لو قعدت اكلم معاك زي ما انت عايزة اروح المحكمة الصبح ما اعرفش القاضي من وكيل النيابة. هتكدبيني انا وتصدقي شويه ورق زي دول؟ لا ما يصحش. طب اتفضلي نامي 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 بقى نامي. ايه ده ايه ده يا بابا؟
مش معقول كده، انت لسه ما لبستش. البس اسرع من كده ازاي بقى؟ اه عريسك اللي جاي بدري عم عادل عليا. معلش يا ماما اصلا مستعجل قوي. اعذروا. ايه ده؟ يا دهوتي شايفه بنات دلوقتي؟ شايفاهم. مش زيك، دوختين انا جاي عندكم شهر ونص لحد ما عرفت اشوفك، ومن كسوفك بدات مجال القهوه على نفوخي. طيب وحياة ابوك بلاش تبدأ بقى، واتفضل قابل الراجل اللي مستنيك. اتفضل. بابا. ايه نعم. والنبي. نعم. خليك حنين معاه. حنينك بس؟ يعني شايفاني خارج قبله ماسك فيه لساتور؟ لا مش قصدي، قصدي يعني ما تدقش معاه في حكايه المهر والشبكه والحاجات السنوية دي. نعم. امال يعني عايزاه يكلمه في ايه؟ في ماتشات الكوره؟ يا ماما الحياه الزوجيه الحديثه عباره عن تعاون بين شخصين متفاهمين على الخطوط العريضه لتنميه المجتمع عن طريق الانجاب السليم. يعني الماديات دي كلها ملهاش اي مناسبه في حياتنا. فهمتي حاجه يا حفيظه؟ انا يا اخويا دماغي انها بتتكلم بالفلفاسه. اسمها فسفله. الاستاذ اللي بره قلقان خالص، راح يقدمي له حاجه ساقعه. ده شرب سبع ازاز كزازه لحد دلوقتي. يا لهوي. حبيبتي اهلا وسهلا. اتفضل. عمي في الحالات اللي زي دي المفروض اقعد الم شبك صوابع ايديا كده وابقى ملخوم مش عارف اتكلم. وكل شويه ابص في الارض واعمل روحي مكسوف. وبعد كده يعني اتنحنح عشان صوتي يطلع. والمفروض ان سيادتك يعني تبقى راسم نفسك وعامل بوزات بقى وحاجات من دي، مش كده؟ يا استاذ منصور في حاجات مهمه لازم. عارف ميعاد الفرح. انا شخصيا يناسبني الخميس اللي بعد اللي جاي، لان بعد كده انا مسافر عشان عندي شغل في الاقطار الشقيقه. اما من ناحيه الفرح انا ما احبش المصاريف الزياده والبهرجه زياده عن اللزوم، كل دي مصاريف والمعازيم تبقى على الضيق. أنا شخصياً من ناحيتي ماكسيمم هيكون من 8 إلى 10 معازيم. أستاذ منصور إذا سمحت. أرجوك يا عمي أنا مضطر أعتذر عن مسألة الغداء النهارده، خليها اليوم تاني. غدا؟ حد جاب سيرة غدا؟ يبقى أكيد تقصد عشاء. حكي ما أنا عارف إن النسايب دايماً يعزموا العرسان على غدا وعشاء ويطبخوا حاجات كتير كده ملهاش لازمة ومصاريف زيادة وبهرجة عشان يبانوا إنهم متقنعرين. ما فيش الحاجات دي بيننا وبين بعض يعني، ها؟ بلاش العقد دي. عليا بت عليا. نعم يا منصور. مبروك يا بنتي عليا. انا وبابا اتفقنا على كل حاجه. صحيح. حفيظه هاني. ايوه يا ابني. حماتي. مبروك عليكوا انا. هشوفكوا قريب. عليا بنتي عليا. لحقتوا تتفقوا عوان كده؟ هو انا لحقت اتكلم؟ ازاي؟ انا ما قلتش جمله واحده مفيده. اصل منصوري عنده قدره شديده على الارسال والاستقبال، حضرتك تقول حاجه قبل ما تقولها هو يحس بيها ويجاوب. احساس، هو عنده احساس خالص. اذا كان يا مرزوق زي عليا ما بتقول، يبقى الشاب ده اكيد فيه شيء لله. بلاش تخريفي يا حفيظه. يا اختي ده بيت ومستقبل مش هزار. يا عليا بنتي انا زي كل اب في الدنيا نفسي ومنايا اشوفك سعيده متجوزة مع عريس يحبك وتحبيه، لكن ده رجوز. يا بابا أنا متأكدة إني هكون في منتهى السعادة مع منصوري. إشمعنى هي اللي مش هتكون سعيدة يا مرزوق؟ ما إخواتها هم ممدوح ومسعود عايشين في منتهى السعادة والهالة، والعيلة كلها من شرقية لغربية بيحلفوا بحياتهم. لازم الست تنحل وبر جوزها أول بأول، ولا تخليش حيلته حاجة أبداً. حكي للرجالة يوم ما يتريشوا يتر على بره. صدقوني انا دوبت اربع رجاله مع بعض. لا يا حبيبتي، واحد ورا التاني. الاولاني افتكر انا لسه على نياتي فرقعني بومبا، فخدت بالي من التاني والتالت عاشوا معايا زي الخاتم في صباعي. وليه اتطلقتوا؟ عينيهم كان زيها بيبص من بره، تكلمي واحد فيهم يتنرفز يعمل نفسه انه مظلوم. يظهر الرجاله كلهم كده، بس الست في ايدها تحافظ على جوزها زي ما انا حافظت على الرابع. انا مش حكيت لك يا منى لما اتقابلنا هنا وانت لسه متجوزه؟ فعلا، ودي نصيحه تتنسي برضه. وعملت ايه معاه بالظبط؟ احسن انا لسه متجوزه جديد. روشته. رحت فين؟ جيت منين؟ بتكلم مين؟ بتبص لمين؟ ها؟ لكن ما قلتليش اتطلقتوا ليه؟ ما طلقناش يا حبيبتي، ده طق مات، قضاء وقدر. بسرعه خلصني، عايزه اروح السينما.